طيب نرجع بقى لأحداث مباراة الأهلي وإنبي في ختام دوري الجمهورية مواليد 2003. وقلت لكم المشكلة فين واللايحة وأزمة القرار اللي بيصدر المفروض من اتحاد الكورة وتساوي النقاط، ولكن الأهلي بيحتفل ببطولة الدوري. نروح لزميلنا فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي اللي تواجد في الملعب وكان حاضر أحداث مباراة إنبي والأهلي في ختام دوري 2003 دوري الشباب في مسابقة الجمهورية. فاروق مساء الفل، والناس كلها عايزة تسمع منك كافة التفاصيل، الموقف الرسمي إذا صدر موقف من اتحاد الكورة الآن، أو السبب الرئيسي، وأنا شرحت جزء منه بس أنت أكيد لو عندك تفاصيل لأن أنت متخصص أكتر في بطولات الناشئين والبراعم والقطاعات في الفترة الأخيرة. مساء الفل يا فاروق. برحب بك يا محمد وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. ودايما يا محمد يعني في أكتر من ملف بنتطرق ليه، وأنت أكيد يعني أنا ما تابعتش الجزء اللي أنت اتكلمت فيه بخصوص اللائحة، بس دايما يا محمد نقول ان احنا عندنا اخطاء متكرره. يعني الخطا ده بيبقى يعني اتكرر من حوالي 3 4 سنين، شفناها في بطوله 99 الاهلي كان بيحتفل مزبوط. والزمالك كان بيحتفل. محمد يعني الافضل يعني ان احنا يا جماعه لازم نحدد المشكله بتاعتنا، لازم يبقى في عندنا كده يعني لما تقول يا محمد لوائح صريحه، البنود اللي فيها صريحه. دايما اللوائح اللي بتطلع من اتحاد الكره بيبقى فيها بنود غير واضحه. الانديه طبعا يا محمد ما بتتكلمش في هذا الامر ولا بتتناقش في هذا الامر، لان بيبقى بالتالي في ثغرات الاتحاد شاف نفسه شايفها والانديه نفسها شايفاها، بس دايما الاتحاد بيستنى لما الامر يحدث ونبدا نطلع اللائحه نشوف هل البند دوت كان واضح ولا كان صريح. يعني برضو محمد يعني دي من النقاط المهمه جدا ان اللائحه بتاعت اتحاد الكوره ما كانتش من البدايه واضحه، بس انت بتتكلم في نقاط مهمه. ايه اللي حصل على الارض على على ايه اللي حصل؟ طب يا فاروق واحد اتنين كده بعناصر قولها بالظبط. طيب خلينا محمد نقول ايه هي بطوله الجمهوريه السنه دي. بطوله الجمهوريه مواليد 2003 دي كانت بطوله بتضم 21 فريق تمام في الدور ال 21 فريق في المرحله الاولى بتلعب مبارياتك من دور واحد. فالقرعه جابت مباراه الاهلي، المباراه اللي جمعت ما بين الاهلي وانبي هي مباراه واحده جمعت ما بين الاهلي وانبي على ملعب نادي انبي. القرعه جابت حددت الملعب ان هو ملعب نادي انبي. ماشي. الاهلي فاز في المباراه دي 2-1. الاهلي ختم 2-1 على ملعب نادي انبي. ماشي تمام، هي مباراه واحده اللي جمعت ما بين الفريقين في المرحله الاولى كانت ما بين الاهلي وانبي على ملعب انبي، والاهلي فاز 2-1. الاهلي انهى المرحله دي المرحله الاولى في المركز الاول برصيد 42 نقطه. 42 نقطه وانبي بالظبط. انبي نهى المرحله دي في المركز الثاني برصيد 38 نقطه. 38 نقطه اوكي. بتروح بقى المرحله الثانيه اللي هي اول 10 فرق بيروحوا للمرحله النهائيه لتحديد البطل، بتلعب مباريات الدوري من دور واحد برضو. القرعه بالظبط يا محمد، القرعه جابت مباراه الاهلي وانبي برضو على ملعب انبي برضو. يعني الماتشين بتوع الاهلي وانبي الاثنين على ملعب انبي تمام. الماتش الاولاني الاهلي كسب 2-1، والماتش الثاني اللي هو النهارده بقى الاهلي داخل الماتش وهو رصيده 62 نقطه اوكي، وانبي رصيده 59 نقطه. الاهلي بنسبه الاهداف فارع عن نادي انبي بتسع اهداف قبل المباراه اوكي تمام. الكواليس بقى بتاعت المباراه زي ما كلنا اتفرجنا وشفنا على الكواليس المباراه انتهت بفوز انبي 4-3 تمام. هنا المباراتين على ملعب انبي، ففكره فكره ان تبقى في نص في اللائحه انا ما اعرفش موجود ولا مش موجود، ان المواجهات المباشره كده اعتقد مش موجوده، لان اصلا ما فيش فير بلاي ان تكافؤ الفرص ان انت على ملعبك مباراه وانا على ملعبي مباراه. عايز اقف عند النقطه دي يا محمد لان انت يعني دي نقطه مهمه جدا جدا جدا. يعني طالما يا محمد او طالما الاتحاد بيحط لائحه، طالما ان المباريات يا محمد او البطوله بتقول انها من دور واحد، ما فيش مباراه عندي ومباراه عندك، اذا ما تحطش بند المواجهات المباشره. مظبوط ده شق. يعني انت طالما هتحط بند المواجهات المباشره، طب انا لاعب الماتشين بتوعي عند انبي. انا لاعب الماتشين بتوعي انا كاهلي عند انبي، دي ملاعب محايده. المفترض هتبقى في ملاعب محايده، يا اما في ماتش عندي او ماتش عندك، يا اما طالما انت هتعملها من نظام دور واحد يبقى ما فيش بند المواجهات المباشره. وبما انه لعب وبما انه عمل قرعه يبقى دي مباريات على ملاعب محايده، ليست بالزبط. ملعب انبي او ملعب الاهلي بالظبط. اوكي انت حاطط المباراه اللي ما بين الاهلي. طيب خلينا برضو نروح لمبدا المبدا اللي حطه اتحاد الكره وهو مبدا المواجهات المباشره. المباراه الاولى الاهلي كسب 2-1. المباراه الثانيه انبي كسب 4-3 على ملعب انبي. طيب الاهلي في المباراه الاولى فريق هدف وفي المباراه الثانيه انبي بفريق هدف كويس مظبوط. الاهلي في المباراه الاولى احرز هدفين تمام، وفي المباراه الثانيه احرز ثلاث اهداف على ملعب انبي.
فانت المفترض يبقى انا ليا افضليه. بص يا فاروق اطلع بره الجزئيه دي لان خلاص هي مباريات على ملاعب بحيده فمش هنتطرق بالضبط. ليها. وهل اللائحه بس فيها نص مواجهات مباشره ولا مش موجوده؟ لا فيها نص لتحديد البطل بالمواجهات المباشره، بس في نقطه مهمه جدا يا محمد. ازاي يعني؟ ازاي ايه يعني؟ ازاي في نص بالمواجهات المباشره والمباريات بتتلعب على ملاعب محايده طبقا للقرعه؟ بالظبط، هي دي النقطه بقى اللي انا يعني يا محمد وقفت. يبقى دي اول نقطه، يبقى دي اول نقطه خطا عند اتحاد الكوره. بالظبط، يعني طالما طالما يا محمد الملاعب بتتحدد بالقرعه، وطالما ان البطوله او المباراه بتلعب بندور واحد، ما ينفعش تحط مبدا او جزء في اللائحه او تحط بند في اللائحه اللي هو بند المواجهات المباشره. اوكي. طيب دلوقتي الاهلي المباراه الاولى كسب بفرق هدف، المباراه الثانيه انبي كسب بفرق هدف، كويس؟ تمام؟ المباراه الثانيه عدد الاهداف اللي احرزها النادي الاهلي برده مش عايز اكد على اكتر من اللي حرصه. تمام، في الحاله دي وبند وده جزء من البنود اللي في اللائحه، في حاله التساوي في المواجهات المباشره اللي هو فرق الاهداف في المواجهات المباشره، بتحتكم الى فرق الاهداف اللي احرزها كل فريق على مدار البطوله، على مدار البطوله. فالنادي الاهلي بعد مباراه اليوم فارق عن نادي انبي بثمان اهداف، قبل المباراه كان الاهلي فارق بتسع اهداف، دلوقتي النادي الاهلي فارق عن انبي بثمان اهداف. اذا النادي الاهلي في الوقت اللي انا بتكلم فيه اللعيبه بتحتفل، النادي الاهلي بطل الدوري. تمام. في شق ثاني بقى يا محمد، نادي انبي بيعتمد عليه او بيتطرق ليه، وهو ان هو معاه ورق لاحد اللاعبين، انا برضو يعني ايه يعني احتراما للانديه الاخرى، معاه ورق لاحد اللاعبين فاحد الانديه اللاعب يعني النادي انبي في احتجاج على ماتش لعبه انبي وخسره بدون تفاصيل حتى يعني. الان حتى الان لم يتم البت في هذا الامر من قبل اتحاد الكره او المسؤولين عن الملف. طب طالما مفيش قرار في المباراه دي، الناس بالضبط بتحسبها لنفسها بناء على ايه؟ بالظبط، الاهلي في الواقع اللي انا بكلمك فيه دلوقتي هو بطل الدوري، نادي انبي رايح لما سيكون، للامر اللي لسه ما تمش البت فيه، لسه ما تمش المناقشه فيه، قد يكون اللعيب مزور وقد يكون ايا كان ايا كان، بس مش مش هنحط افتراضات على حاجه لسه ما طلعش فيها قرار، يعني مش قصتنا اصلا. بالظبط يا محمد. ماشي. لكن في الوقت اللي انا بتكلم فيه الاهلي هو بطلا لبطوله الجمهوريه للعام الثاني على التوالي، بطل الاهلي بطل الجمهوريه مواليد 2003. اكد برضه يا محمد على النقطه. مبروك يا فاروق. بالضبط. مبروك لقطاع ناشئين، مبروك للجهاز الفني، مبروك للاعبين. مسابقه الفريق ادى فيها بشكل جيد، بينافس فرق بتصرف كتير جدا. الاهلي هو النادي الشعبي الوحيد اللي داخل في منافسه مع فرق ليست لها شعبيه، وانا قلت اسامي فرق قطاعات الناشئين اللي بتحاول يعني تعمل منافسه مع الاهلي والزمالك، ولكن يبقى الاهلي في النهايه هو رافع لواء الانديه الشعبيه في هذه المسابقات، والخطا في النهايه عند الجهه المنظمه، الجهه التي تدير هذه المسابقه. يا فاروق في حاجه اخيره عايز تقولها؟ لا كده محمد، زي ما قلت لك احنا دلوقتي النادي الاهلي بيحتفل وهو بطل بطوله الجمهوريه 2003، نادي انبي بيتطرق لامر لسه ما تمش البت فيه وما سيكون. اذا مبروك للنادي الاهلي، مبروك لكل جماهير النادي الاهلي. مبروك، شكرا لك يا فاروق. واعتقد يعني دي كانت كل الكواليس والتفاصيل المتعلقه بهذا اللقاء اللي دلوقتي السوشيال ميديا الناس بتقول لك الاهلي بيحتفل وانبي بيحتفل، ولكن الخطا كالعاده عند الناس اللي بتدير. يا جماعه اختاروا ناس تعرف تدير، اختاروا ناس تعرف تدير، ده المشاكل مش فوق بس، ده حتى تحت.